الجيرانيوم أو الخديوجة أو خداوج باللهجة الجزائرية تعتبر من النباتات الجميلة جدا بروعة أزهارها، وهي مناسبة ومثالية لمن لا يحبون العناية كثيرا بنباتاتهم. سهلة الرعاية والإكثار ودائمة الخضرة، لديها أنواع كثيرة تختلف في الشكل والحجم والألوان. تحب أشعة الشمس المباشرة وتفضل الجو المعتدل وتتحمل البرودة وكذلك الحرارة، لكن ليس الشديدين جدا، ولذلك فهي تزرع في المقابر بكثرة خاصة هذا النوع. أما الري فهي تحب الري باعتدال، أي عند جفاف سطح التربة جيدا قم بريها، ومن الأحسن يقلل الري في فصل الشتاء، وحرص على أن تكون في الصيص فيه فتحات من الأسفل، وذلك من أجل تصريف جيد للماء. فالري الزائد عن الحاجة يتسبب في إصفرار أوراقها وتساقطها، وتجنب رش الأوراق بالماء فهي ليست بحاجة لذلك. أما التربة فتزرع في مختلف أنواع التربة، والأفضل هي الغنية الخفيفة وجيدة التصريف والتهوية، وتتكاثر بطريقة سهلة بواسطة العقل، تكون حوالي 8 سنتيمتر تقريبا في تربة زراعية جيدة، وتوضع في مكان دافئ بعيد عن التيارات الهوائية وأشعة الشمس المباشرة. عدم إصهار هذه النبتة راجع لسبب رئيسي، وهو عدم الإضاءة الجيدة وكذلك التغيير في درجات الحرارة، برودة شديدة أو حرارة شديدة. ونصيحة أخيرة، كذلك قم بإزالة الأوراق الصفراء والأزهار عند جفافها لتساعد النبتة على الإصهار والنمو من جديد. أما إذا كنت من عشاق نباتات الزينة والنباتات بصفة عامة، فنصيحتي لك أن تقوم بالاشتراك في قناة نبات مدينتنا، والسلام عليكم.